صباح الخير وصباح النور وصباح الورد وصباحك أحلى صباح دكتورة نسرين صوان. حقيقي اشتقنا لك يا ليلى. صباح الفل والياسمين. صباح النور لإلك دكتورة، ومرحبا بك مرة أخرى ضيفة عزيزة على برنامج صوت العرب من أمريكا. صباح النور لإلك وفقرة تجمعنا هذا الصباح، الطب والحياة. تسلمي ليلى. دكتورة، كنت بحب تعلقي على موضوع الأدوية وسعرها المرتفع. دكتورة سريعا قبل أن نبدأ حوارنا هذا الصباح، هناك تقارير تشير إلى أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأول مرة يجتمعان على مادة ستقدم وتصبح مشروعا لاحقا، تخفيض أسعار الدواء. لماذا سعر الدواء غالي جدا في الولايات المتحدة دكتورة؟ هل لديك معلومة حول هذا الموضوع؟ طبعا يا ليلى، هو الحقيقة سعر الدواء غالي لأنه بيكون في، يعني قبل ما يطلع أي دواء بيكون في ريسيرش وأبحاث بتكون استمرت لسنين، وهذه الأبحاث بتاخد يعني طبعا ميزانية ضخمة جدا بالإضافة لوقت طويل جدا. فعد هذا الشيء طبعا بضيف لسعر الدواء، بس يعني هو طبعا غلط جدا إنه يكون الدواء سعره غالي، لأنه الكثير من الناس ما بيكون في عندهم تأمينات طبية وما بيقدروا انهم هم يدفعوا حق الدواء. بالإضافة انه حتى اللي عندهم تأمينات طبية في الكثير من الأحيان شركات التأمين لا تقوم بتغطية تكاليف الدواء، فعاد هذا الشيء طبعا يؤثر على صحة المريض، ويؤثر كمان على انه المريض ما بقدر انه يشتري الدواء هذا. وطبعا يعني انا كطبيبة بواجه هذه المشكلة طول الوقت. دكتورة، يعني أحد الأدوية مثلا، بعطيكي مثال، نيكسيوم ما بيغطي معظم التأمين الصحي وسعره 600 دولار. يعني ما بعرف ليه سعر الدواء ممكن يكون 600 دولار مثلا، كيف يمكن لأي مريض يحتاج هذا الدواء أن يحصل عليه إذا كان ما بيتغطى الدواء وسعره غالي لهالدرجة؟ يعني فعلا هذه طبعا نعم كارثة. هذه طبعا هذا شيء يعني جدا جدا صعب بالنسبة للمرضى. وبعدين يعني كنت بحكي معاكي المرة اللي فاتت ليلى على انه السمنة اصبحت يعني تعتبر مرض في الولايات المتحدة من سنة 2013 على حسب تقرير الامريكان ميديكال اسوشيشن في اجتماعهم في سنة 2013 في شيكاغو. بعض الادوية التي تستخدم للسمنة، وحكيت لك على دواء اسمه ساكسندا، سعره 1300 دولار بالشهر. يعني تصوري، هو طبعا انه احنا المفروض ولا يغطى من التأمين، يعني غير مغطى من التأمين. اذا من يريد هذا الدواء يعني كيف يمكن له ان يدفع 1300 دولار؟ دكتورة، ما هذا الشيء. هو الحقيقة في بعض شركات التأمين بتغطي بعد ما انه الطبيب ممكن يعمل مثلا عدة محاولات وارسال رسائل of medical necessity، بس يعني نسبة بسيطة جدا من المرضى ممكن انه هم يعني يكونوا محظوظين وانه الدواء هذا يتغطى بالنسبة لهم، بس الحقيقة الغالبية العظمى لا. وبعدين يعني بالنسبة لمريض، وبعدين احنا حكينا كيف انه السمنة يعني هم بيعتبروها انها مرض، بس انا بعتبرها ام الامراض، لانه هي تؤدي الى جميع الامراض، يعني تؤدي الى امراض كثيرة جدا، ومنها طبعا الديابيتس، ومنها زيادة ضغط الدم وكوروناري أرتري ديزيز، يعني so many types of cancer. يعني الفكرة إنه يعني يجب أن تعالج، ومش بس السمنة، يعني كمان حتى الأمراض الثانية يجب أن تعالج. يعني هذه خطوة جدا رائعة إنه هم يخفضوا الدواء، إن شاء الله إنها تزبط، إنه ستصبح قانونا قبل الانتخابات الرئاسية ممكن دكتورة. ان شاء الله. بتذكري انه كمان شركات الادويه نعم دكتوره يكونوا ضد الموضوع هذا. اكيد يعني اكيد، لكن الفيصل هو الانتخابات الامريكيه، الكل يسعى الى ان يفوز بهذا المقعد الرئاسي، وستكون هناك قوانين محفزه للامريكيين ليقوموا بالتصويت. دكتوره، موضوعنا اليوم ايضا مهم جدا، الصوم الصحي. كيف يمكن لنا، هل علينا شهر رمضان
رمضان المبارك قريبا إن شاء الله ينعاد عليك دكتورة وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية أيضا باليوم والخير والبركة. كيف يمكن لنا أن نصوم صوما صحيا؟ هناك العديد منا يطمح أن يخسر بعض وزنه يعني في هذا الشهر، لكن يفاجأ البعض أيضا بزيادة كبيرة في وزنه. ما هو الخطأ الذي يرتكبه البعض دكتورة؟ ما هي الإرشادات ونصائح الدكتورة صوان؟ وأيضا هل تأخير السحور ربما يؤثر سلبا أيضا على ازدياد الوزن؟ نبدأ من الإرشادات والنصائح دكتورة. طبعا يا ليلى، يعني هو موضوع جدا مهم، بس في ملخص الموضوع انه خلال شهر رمضان مش المفروض انه احنا نتناول كميات كبيرة من الطعام، يعني هو هذا ملخص الموضوع. يجب انه اي صائم انه يتبع العادات الغذائية السليمة اللي المفروض انه نتبعها ايضا خلال الأشهر الأخرى. فطبعا من العادات الغذائية السليمة هي طبعا المواظبة على شرب كميات ما بدي أقول كبيرة من السوائل، بس إحنا عارفين من الحلقات السابقة أنه إحنا يجب أن نتناول من 6 لـ 8 أكواب من الماء خلال اليوم. فعاد إحنا في شهر رمضان يجب أن نتناول هذا القدر من السوائل، وممكن أن يكون بطرق مختلفة، ما ضروري أنه كله يكون ماء، ممكن يكون مثلا العصائر اللي هي الطازجة التي لا تحتوي على كميات كبيرة من السكريات. بالإضافة طبعا دكتورة عندي سؤال على العصائر الطازجة، يعني هل مثلا إذا عملنا كوكتيل من الفريز، ربما الموز، كيوي، بعض الفواكه، وممكن يكون هذا أيضا ممكن يسمن دكتورة؟ يعني إجانا هذا السؤال إنه هي أصلا الفواكه فيها سكريات. طبعا بس في طبعا بعض الفواكه اللي بيكون فيها سكريات بنسبة قليلة، ومنها الفراولة، البلوبريز، رازبريز، كرانبريز، أنا مش عارفة شو الترجمة تبعتهم كلها بالعربي. يعني بعدين من الفواكه بعتبر الأفوكاتو يعتبر برضو من يعني ما بعرف هو بعتبروه خضروات ولا فواكه، بس يعني يا بس هو طبعا يعني الأفوكاتو كمان من الأطعمة اللي فيها low glycemic index أو إنه ما فيها سكريات كتير. وبعدين على فكرة ليلى بالنسبة للعصائر ما بقدر أقول لك قديش العصير الأخضر مهم، والعصير الأخضر ممكن إنه يكون فيه سيلري، ممكن يكون فيه لتس، ممكن يكون فيه كيل، سبينش، ممكن يكون فيه بروكلي، كابز، كوكمبر، بارسلي، يعني أشياء الحقيقة في منتهى الجمال. يعني مش شرط إنه الواحد إنه يكون العصير اللي بده يتناول يكون كله فواكه، ما هو ممكن يكون خضروات كمان. يعني الحقيقة العصير الأخضر إذن في منتهى الجمال في رمضان. دكتورة يعني دكتورة يعني إذن أول نصيحة خلينا نقول الأكل بكميات كبيرة كما أشرتي. النصيحة الثانية أنه نكثر من العصائر لنتجنب الجفاف، العصائر الطبيعية طبعا اللي ما فيها سكريات، ممكن تكون الفواكه وأيضا ممكن تكون الخضروات. أفضل وقت دكتورة لتناول هالعصير إمتى؟ بعد ما نفطر مباشرة، قبل ما ننام، إمتى ممكن نتناوله؟ يعني هو سواء الماء أو العصائر إحنا ممكن إنه نبدأ الفطور بكوب من الماء بالإضافة لتمرة، أو ممكن مثلا العصير الأخضر بالإضافة لتمرة، وبعدين العصائر ممكن إنه إحنا نتناولها خلال الفترة اللي إحنا بنكون فطرين فيها بالإضافة للسحور. وأهم شيء عدم تناول المشروبات الغازية. يعني في بعض الناس يعني ممكن انهم يتصوروا انه علشان انهم يمنعوا الجفاف انهم يتناولوا الكثير من المشروبات الغازية زي 7-Up والكوك، وبالذات يعني اللي بيكون فيها كميات كبيرة من السكر. يعني ممكن انه الوحدة من المشروبات الغازية يكون فيها 5 معالق من السكر. تصوري هالشي كيف انه ممكن انه يضر الصائم. يعني المشروبات الغازية تؤدي إلى هشاشة العظام ومرض السكري، وبالإضافة طبعا إن هي كلها بنعتبرها إنها
it's like empty calories, يعني ما فيها ألياف ما فيها أي فائدة غذائية. فعاد يعني إحنا لازم نستبدل المشروبات الغازية بالسوائل اللي مثل الماء ومثل الشاي ومثل العصير الأخضر. دكتورة سفرة رمضان شو لازم تحتوي حتى نقدر نحافظ على التوازن الغذائي والصحة، نستفيد من هذه الفريضة فريضة الصوم اللي ممكن أنه طبعا جسمنا يصح فيها، وطبعا هذا يعني تناولناه في مواضيع عدة صوم وتصحوا، لكن كيف يمكن لنا أن نوازن بين الصيام وبين الصحة دكتورة؟ ماذا يجب علينا أن تحتوي سفرة رمضان؟ أول شيء المفروض أنها تحتوي على كمية كافية من الخضروات. أولا طبعا جميع الصائمين يعني بيعرفوا أنهم هم لازم يبدوا بالشوربة. فعاد الشوربة ممكن أنه هي تكون مثلا شوربة خضروات أو شوربة عدس، بالإضافة أنه الخضروات ممكن نتناولها كمان بطريقة مثلا ممكن انها تكون ستيمز، ممكن انها تكون يعني يحطوا مثلا الخضروات بالفرن، ما ضروري انه هي تنقلع، وما ضروري انه احنا نستعمل كميات كبيرة من النشويات مثل الخبز والرز. لازم انه احنا نخفف من الاشياء هذه اذا قررنا انه احنا بدنا ناخد نشويات، والنشويات طبعا ضرورية. ممكن انه احنا نستعين بالحبوب الكاملة مثلا مثل الفريكة مثلا. الإفراط في تناول النشويات والحلويات هو الذي يؤدي إلى عسر الهضم ويؤدي إلى التخمة في رمضان، وهذا الشيء ممكن أنه يمنعنا عن حتى أنه إحنا يعني نؤدي العبادات بصورة يعني بصورة صحيحة. دكتورة الحلو اللي بيحب يأكل حلو طبعا يعني الحلو كتير سائد في رمضان، يعني قطعة مثلا كل يومين ثلاثة، شو نصيحتك؟ طبعا يعني قطعة يعني مرتين بالأسبوع كفاية. يعني طبعا هو الصائم يشعر بأن جسمه بحاجة للحلويات من أجل إمداده بالسكر والطاقة، والكثير من الصائمين يتناولون الحلويات بعد وجبة الإفطار، وطبعا يتناولوها بكميات كبيرة جدا، واستهلاك هذه الكميات الكبيرة من الحلويات قد يسهم في تضييق وانسداد الشرايين، وهذا الشيء يؤدي إلى الجلطات القلبية والدماغية. يعني طبعا الحلويات أيضا تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية وتؤدي إلى السمنة. وطبعا يعني هلأ مثلا أفضل أنواع الحلويات هي التمر، الفاكهة المجففة زي التمر، بس حتى بالنسبة للتمر لازم الناس يعرفوا أنه كل تمرة ممكن إنها تحتوي على 50 سعرة حرارية. يعني ما ضروري إنه الصائم يحط قدامه مثلا صحن التمر وإنه يأكل التمر برضو من غير حساب. يجب إنه يكون هناك حساب للسعرات، يعني الإنسان يتوازن فيما يتناوله يوميا. طبعا. وبعدين يعني هلأ يا ليلى صراحة يوجد أخصائيين للسمنة في الولايات المتحدة بالذات بعد ما أصبحت السمنة تعتبر مرض زيها كمرض السكر أو مرض الضغط أو مرض القلب. هلأ يوجد أطباء متخصصين بالسمنة وبيكون في عندهم يعني طبعا أشياء كثيرة ممكن إنهم هم يساعدوا فيها المرضى. ممكن حتى إنه يقولوا للشخص كمية السعرات الحرارية اللي بتلزم هالشخص هذا إذا ما بده إنه هو يغير من وزنه. بنفس الوقت ممكن انه الطبيب انه ينصح المريض بكمية السعرات الحرارية التي تلزم المريض في حالة لو المريض بده يخفف وزنه. دكتورة يعني يدهمنا الوقت، يبقى لدينا دقيقة ونصف، يعني اللي بده يخفف وزنه برمضان هل السعرات الحرارية يجب ان تبقى بمعدل يعني 1000 سعرة حرارية؟ قدي دكتورة تقريبا. على حسب الجسم يا ليلى، وعلى حسب كمان الاكتيفيتي. يعني مثلا الشخص اللي ما بيتحرك كتير مختلف تماما عن الشخص اللي بيقوم بمجهود عضلي سواء في شغله أو سواء عن طريق التمرينات الرياضية. وعلى حسب كمان يعني هل التمرينات الرياضية التي يقوم بها الشخص هل هي تمرينات رياضية يعني مثلا إنها جدا يعني بدي أقول إنه
يعني في طبعا فرق بين التمرينات، في حاجات لو امباكت وهاي امباكت، يعني يختلف احتياج السعرات الحراريه على حسب نوع التمارين الرياضيه وعلى حسب نوع الحياه اللي بيعيشها الشخص. دكتوره نعود معك ان شاء الله يوم الاثنين القادم لنستكمل هذا الموضوع الهام جدا. نتمنى ان يسمح وقتك ان تعودي معنا في الاثنين القادم قبل شهر رمضان المبارك لنستكمل حوارنا معك في الصحه والحياه وارشادات حول صحه وتغذيه سليمه خلال شهر رمضان المبارك. نشكرك دكتوره صوان جزيل الشكر. دكتوره صوان أخصائية الأمراض العصبية وعلاج الآلام وعلاج السمنة، نعود معك إن شاء الله يوم الاثنين القادم. شكرا لك دكتورة. شكرا ليلى. شكرا.